ازيكو؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. النهاردة بقى معايا حاجة كده جربتها بقالي حوالي شهرين او اكتر. معايا مجموعة بتاعة عبد الصمد القرشي، طبعا مجموعة المسك. فالريفيو النهاردة حلو جدا، حباه، فيارب انتوا كمان تحبوه معايا. فيلا فاصل صغير وارجع لكم على طول، فيلا بسرعة معايا. نبدأ بسم الله في فيديو النهاردة، وزي ما قلت لكم معايا مجموعة مسك الطهارة بتاعت عبد الصمد القرشي الجديدة، مسك الطهارة القرشي السعودي الأصلي الأبيض التقيل. بجد كل حاجة فيه تقيل قوي قوي. دي مجموعة أنا حبيتها قوي، وبتيجي في بوكس زي ما انتم شايفين كده في منتهى الشياكة، كمان ممكن يعني تهادي بيه أي حد انت بتحبيه، وفعلا هدية مميزة جدا. انا عن نفسي دي جاتلي هدية، وبجد ميرسي اللي جابتها لي، واتمنى ان هي تكون تشوف الفيديو دوت. هي صاحبتي واختي، بتيجي بنفس الشكل كده بالاربع حاجات دول زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى هنبتدي اول حاجة اللي انا حابة ان انا ابتدي بيها، وهي المسك التقيل بتاعها اللي بيميزها جدا. بصوا، ده بيكون شكله، دي حجمها 6 ملي، تمام شكلها كده. عايزة اقول لكم ان المسك بتاعها تقيل، يعني هو كنوع وسمكه تقيل. ممكن تستعمليه ازاي؟ بقطنة مبلولة في منطقة البكيني، هيقعد معاكي كذا يوم، ممكن يقعد معاكي بالتلات او اربع ايام كمان. بصوا انا حبيت ان انا اوريه لكم. بصوا سمكه تقيل وجل شوية. بعدين بيعجبني قوي في ان ريحه المسك بتاعته مش ريحه قويه، لان بيفرق من المسك للمسك الابيض، فريحته هاديه، انت نفسك هتحبيها مش هتبقي نافره منها. بصوا شايفين، يجنن. دي اول حاجه في المجموعه معايا اللي هو المسك التقيل بتاعه، وده اهم حاجه بتميز المجموعه بتاعته بتاعت عبد الصمد القرشي. حلو قوي كمان ان انت هتطهري بالمكان ده. اللي بيميز كمان بقى المجموعه الصابونه الجميله جدا ديت، الصابونه بتاعت المسك ديت. الصابونه دي بتعطر وبتبيض الجسم جدا، حلوه جدا. انا مش عارفه هي بصراحه هي حجمها قد ايه، بس حلوه قوي. العيب الوحيد بالنسبه لي انا ان انا لقيتها دبت بسرعه جدا او بتدوب بسرعه قوي في الاستعمال بتاعها، بس حلوة قوي للمناطق الحساسة، وكمان تحت الإبط ممكن تستعمليها. حلوة قوي في ان هي بتبيض جميلة جدا جدا، كمان ناحية دي جل شوية والناحية التانية كصابون، بس طبعا من مرتين لقيتها دابت النص يعني. بس هي كفكرة برضو عجبتني جدا، برضو ريحتها كانت هادية او عيبها الوحيد بس اني لقيتها دابت معايا بسرعة. التالت حاجة بقى في المجموعة السبلاش، بودي السبلاش ده ريحته جميلة جدا، بتدوم جدا، هادية جدا جدا. زي ما انتم شايفين حجمه 125 ملي. بصوا من احلى الحاجات اللي في المجموعة، برضو هما كلهم بصراحة بالنسبة لي احلى من بعض، وكل حاجة فيهم اهم من التانية. السبلاش بتاعته الرذاذ بتاعه حلو قوي بصراحة. برضو استخدميه بعد الشاور او اي جزء في اليوم عادي، ريحته هاديه وبتدوم. انا بحب بصراحه كمان استعمله قبل النوم، لانه ريحته بتكون هاديه ومريحه لاعصابي قوي. انا بحب المسك، بس المسك الابيض بيبقى ريحته اهدى ومش بتكون قويه بصراحه. كمان شيك قوي، ممكن كمان تحطيه في شنطتك. برضو من الحاجات اللي كانت عجبتني جدا في المجموعه. رابع حاجه كانت بقى في المجموعه معايا هي اللوشن، البودي لوشن. مش قادرة اقول لكم ده كان جميل بالنسبة لي برضو قد ايه. معصلجة قوي معايا في العلبة. بصوا بيبقى اصلا العبوة بتكون حقيقي شكلها شيك قوي، بعجباني جدا. عايزة اقول لكم ان المجموعة دي طبعا كلها اصلي، بنفس الشكل اللي هي الشكل الاصلي. لو لقيتي شكل غير ده مش هتكون المجموعة الأصلية، غالبا هتكون الكوبي بتاعها.
ده البادي لوشن زي ما انا قلت لكم، ده حجمه 250 ملي، وشكل العبوه برضو بتكون شيك جدا. اللي لفت نظري بقى في اللوشن بتاعهم ان هو خفيف وملكي زي ما انتم شايفين كده، سهل سهل الذوبان زي ما بيقولوا، بمجرد ما توزعيه سهل، مش بيلزق، مش لزج برضو، دي من الحاجات اللي انا مش بحبها. حلوة قوي ان انت تستخدميه بعد الشاور، ممكن تستخدميه كمان كهاند كريم ترطيب لجسمك، ترطيبه حلو جدا وكمان هيعطر جسمك فترة طويلة. موضوع الترطيب بعد الشاور ده مهم جدا جدا لجسمنا، وكمان خصوصا في الشتاء، علشان تحافظي على رطوبة بشرة جسمك ويفضل ناعم زي ما انت محافظة عليه، علشان بيجي زي قشرة كده. بالعكس كمان المجموعة او البادي لوشن تحديدا هايل جدا جدا بتاع المسك القرشي، بجد احييه على المجموعة الهايلة ديت. هقول لكم كمان على فكرة حلوة جدا، الناس اللي بتستعمل شايفينج لبشرتها او الجسمة، حلوة قوي ان انت لو استعملت اللوشن ده كمان هيديكي ترطيب حلوة قوي بعد اللوشن، علشان ما تحسيش بكفاف في بشرتك. حلو كمان قوي قوي اللي او بعد ما تعملي حمام مغربي، حلو قوي كترطيب، ممكن كمان تستعمليه في الوقت دوت، حلو قوي وبيبقى ناعم على البشرة، وكمان زي ما قلتلكم انا عاجبني اكتر حاجة فيه ان هو مش لزج. انت عارفة لما تستعملي المجموعة ديت، هي اولا ريحتها مش فجأة او تستحرمي ان انت ممكن تخرجي بيها، بس يكفي ان انت لو حد شمك او سلم عليكي هيشمها في جسمك، مش هيشمها كده مالية في الملأ، فهيقول عليكي ان انت نظيفة وريحتك حلوة، وكمان مستعملة حاجة هتتسقلي عليها دي. ممكن لما تستعملي الاسبلاش عادي، ممكن يعني ترشيه على هدومك وانت قاعدة في البيت، ممكن ترشيه على شعرك، حلو قوي ان انت كمان بتعززي جسمك ان انت تكون ريحته حلوة. كمان بعد ما هتستخدمي اللوشن استخدمي كمان الاسبلاش بعده، ريحتك هتبقى جميلة جدا ونظيفة، وانت نفسك هتكوني حاسة براحة نفسية. وكمان بالنسبة للمسك نفسه الصغير دوت، استخدميه كمان عندك اي منطقة تكون فيها نبض، عند رقبتك، عند ايدك، عند المعصم كده، استخدمي كمان المسك ده، حلو قوي قوي، وكمان ريحته هتدوم معاكي. ممكن تستخدميه كمان في الاندر ارم برضو، هيفتح وهيديكي ريحة حلوة. بس ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا، وقلت لكم كل حاجه في المجموعه ديت هتكونوا عايزين تعرفوا عنها ايه هي. اتمنى بقى تعملوا لايك لفيديو النهارده، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم دمتم دايما حلوين، وباي باي.